طيب انا جيت المدرسه مع هيثم، وانتم عاملين حاجه حلوه قوي، جايبين صوره. احلى حاجه بقى ان هيثم كتب على الصور كلام حلو قوي، يعني مش بس الناس تصور وبتاع نجاحات، لا هو كتب فعلا، يعني هنا كتب اسعى ورا حلمك وما تسيبوش غير لما يبقى واقع. يعني هيثم عظيم يا جماعه، بس الصور عامله ازاي؟ أما شفته بص الصور جميلة جدا. ومش هنا بس، نبص بقى الصور حلوة جدا، وهما كانوا فرحانين بهيثم بطريقة جميلة جدا. حلوة الجملة دي أوي، فعلا احنا بنعاشر وبجد مدريات كتيرة وحلوة أوي. ودي يعني باين قوي ان الاطفال هم اللي كاتبينها، يعني بجد حلوه قوي. وانا مبسوطه جدا بيكي يا عيسى، ربنا معاكي ودايما يا رب كده بطل جامد. طب هو جابوا له هدايا؟ بص برضه بس انا هاخدها منه، انا ماليش دعوه. حلوين قوي، ودي كان كاتبين هنا حلوه قوي. كنا كتير بقى ورد، يعني ربنا معاك دايما يا هيثم كده، ودايما محبوب يا رب اللهم. شكرا يا كابتن هيثم، شكرا يا كابتن اسراء.